إلى حيث كانت هذه القبيلة البدائية تصخب وتدق طبولها في شعائر وثنية، وقد انعزلوا عن العالم من حولهم، وتفاجأ الجميع بذي القرنين أمامهم، فانتابهم الهلع والخوف وسارعوا بالسجود له. أيها القوم، انهضوا ولا تخشوا شيئاً، فلن يصيبكم مني أذن. رحماك أيها الجبار، رحماك. اصمت أيها الرجل، ما أنا إلا عبد لله مكنني في الأرض كي أصلح لا أخرب، وأدعو للإيمان به. الله، هل هناك إله غير ما كنا نعبد من نجوم وكواكب؟ الله خالق هذا الكون كله، لا إله إلا هو. آمنوا بما أدعو إليه أيها القوم، تسلموا ودعوا ما لن يضركم أو ينفعكم. لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت. وما الذي ألجأكم للسكن أسفل هذا التل؟ الشمس هنا قاتلة ولا نجد ما نستتر به. سأعلمكم كيف تبنون بيوتاً تقيكم حر الشمس، فخلف هذه التلال أشجار يمكن استغلالها لذلك. أزاد. مولاي، خذ نفراً منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخاً خشبية وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئاً. أمر مولاي. لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك. أشكر الله الذي ساقني إليكم.